مبروك طبعا الزمالك اخر مباراه خماسيه، ولا اروع واداء ولا طبعا اجمل من كده. الزمالك نمسك الخشب يعني، ربنا يحفظهم ويتم على خير. الدوري بيقرب من الزمالك طبعا الدوري يقترب من نادي الزمالك طبعا. باقي ماتش 4 ماتشات، نادي الزمالك مطالب انه يفوز في مباراتين، ان شاء الله يحقق الفوز في اكتر من مباراتين. وبقول برضك لسه الدوري في الملعب، نعم. لسه عندنا ماتشين يعني نكسب فيهم، واربع ماتشات متبقيين. وانا سعيد بالحاله اللي فيها نادي الزمالك صراحه، يعني منذ قدوم فيريرا طبعا العبقري فيريرا، وطبعا اللي كان سبب في حضور مستر فيريرا طبعا مستشار مرتضى منصور وامير طبعا مرتضى، طبعا وكان ليهم دور مهم جدا في عوده الفرحه لجماهير نادي الزمالك، لعوده مدرسه الفن والهندسه اللي هي يعني في الدور الاولاني كده كانت قافله شويه، نعم. ما كانش الامور ماشيه، وكنا بالظبط. يعني كنا اي كان اي حد مثلا اكتر المتفائلين يقول السنه دي لو دخلنا في المربع الذهبي يبقى كويس. صح. لكن الحمد لله فيريرا اما جه مجلس اداره مستشار مرتضى وفر له كل شيء. نعم. هو راجل مدير فني على اعلى مستوى. يمكن انا هو يمكن في اغنيه بتاعت جورج وسوف اللي اسمها طبيب جراح، نعم. غاوي جورج وسوف نعم. اصلي من ايام ما كنت عايش في البيت. بالظبط. فهو هو احلى وصف يطلق على فهو فيريرا في يعني هذه فيريرا المرحله، فعلا طبيب جراح. كان طبيب وجراح نادي نعم. الزمالك في هذه المرحله الصعبه، نعم. قدر يعالج اخطاء كثيره قوي، نعم. دخل زي ما بيقولوا بقى بلغه الطب كده غرفه العمليات بنفسه، نعم. وقدر يشوف ايه الامراض اللي كانت مستعصيه في فرقه نادي الزمالك. هم كانت اللعيبه، نعم. هي وده قيمه المدير الفني صح. المبدع. في مدير فني بيبقى عنده نفس اللعيبه بس مش قادر يعمل، مش قادر يغيرهم، مش قادر يحركهم، مش قادر يستفاد منهم. نعم. هو طلع احلى ما حاجه فيهم. يعني انت ما كنتش تتوقع ان مثلا سيد نمار بالشكل ده، نعم. لسه لعيب بيلعب تحسه بيلعب بقاله 10 سنين ومهاره وسرعه. حسام عبد المجيد، يوسف اسامه، سيف جعفر، اكتشاف محمد عبد الغني في مكانه. نعم. غير طبعا مش هتكلم على زيزو، تطوير زيزو وتطوير الجزيري وتطوير الجزيري وزيزو نعم. مامو شيكابالا والمجموعه طبعا دي محمد كلها عواد وعواد، شيكابالا كله طبعا كله الونش والونش وفتوح نعم. والمجموعه كلها صراحه. نعم. فده يبقى شغل مدير فني. نعم. فلازم مدير فني ياخد حقه اللي هو مستر فيريرا فعلا. ادى رساله للمدربين ان انتوا لازم تشتغلوا، لازم يبقى عندك فكر، لازم يبقى عندك تطوير. حتى لو اللعيبه اللي معاك ليست جيده، ازاي هو ممكن يخلق منهم لعيبه متميزه؟ وده اللي عمله. يمكن القماشه ما كانتش واسعه قوي او كبيره قوي، وكان في لعيبه مستواها وحش، هو قدر يرجع اللعيبه دي. فده شغل مدير فني يعني. فده طبعا يحسب ليه، يحسب لمجلس اداره المستشار مرتضى منصور وامير مرتضى المشرف عام على الكوره، يصرف يعني يحسب للمنظومه كلها. فهو طبعا فيريرا اللي جاي احسن كمان. ولسه الدوري صعب، عندنا 4 ماتشات عشان الناس تقول لك الزمالك بيقرب. احنا بنقرب، نعم هنقرب ان شاء الله اكتر بالمكسب ان شاء الله باذن الله.